تتشابه احتياجات وطقوس رمضان عند اليمنيين، وتكتظ الأسواق عادة بالمتسوقين والباعة في صورة تؤكد خصوصية هذا الشهر الفضيل. لكن مناسبة كهذه تغيرت مع مرور السنوات وتبدل حالها، فرمضان ما قبل الحرب له نكهته الخاصة والمختلفة عما هو عليه اليوم، حيث تخنقه الأزمات والكوارث والمغالاة بالأسعار حد عدم قدرة المواطن على شراء كل احتياجاته. أخذنا جزء من مقاضي رمضان وباقي أجزاء أخرى نتيجة غلاء الأسعار، ولكن نقول الحمد لله على كل حال، ووضعنا أفضل من أوضاع ناس كثير جداً لا يستطيعون حتى أن يحصلوا على لقمة العيش. لم يعد رمضان مناسبة روحانية بقدر ما صار موسما تجاريا، أو هكذا تقول الأسواق اليمنية وحركتها التجارية التي ارتفعت فيها الأسعار إلى أضعاف ما كانت عليه. مع العام الماضي أحسن من الوقت هذا، أيوة. يعني كل شيء مترخص، ما هو مثل المرة هذا، المرة هذا مدبول السعر دبل. هنا مأرب، المحافظة التي تحولت إلى سوق تجارية نشطة ومكتظة بالحركة، ليس لأن رمضان موسم التسوق وشراء الكماليات عند معظم اليمنيين، لكنه حال هذه المدينة الطارئة خلال سنوات الحرب، حيث الكثافة السكانية ورأس المال المنتعش ما جعل من النشاط التجاري مستقرا في هذه المدينة، إضافة إلى الإقبال الدائم على الأسواق لشراء الاحتياجات وإن بأسعارها الباهظة. بالذات التجار الكبار إذا ارتفع أي حاجة مثلا 1000 2000 3000 4000 رفعوا الأسعار دبل. سير أول يوم تشيل البضاعة بسعر الأول، سير اليوم الثاني ودي بسعر دبل. هكذا يفقد اليمنيون جوهر مناسباتهم وفرص الاحتفاء بها في الحرب، وفي كل عام تضيق خيارات الحياة وتكتظ بالاحتياجات الضرورية والتزاماتهم اليومية. سريعا يعود رمضان محملا باحتياجاته والتزاماته الثقيلة على اليمنيين في ظل انعدام فرص المعيشة وقلة الدخل، يقابله ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المختلفة. علي الجرادي، قناة بلقيس، مأرب.